أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ يقول أحسن الله إليكم: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ أما سمعت الكلام عما قريب، قلنا أحصاها يعني عدها وعمل بمدلولها، عمل بمدلولها وعبد الله بها. نعم، ليس المراد أحصاها مجرد العدد، لا، أحصاها عمل بمدلولها وتعبد الله ودعاه بها. نعم.